كابتن حسين، قول لي بداياتك في كرة القدم، بدأت فين انا وسن كام سنة وأول نادي لعبت فيه؟ بداية نادي المنصورة 12 سنة، لعبت سنتين وبعدين مشيت، وقفت كورة شوية فترة طويلة كده لحد 18 أو 19 سنة. رحت ناشئين غزل المحلة، ومن هناك بقى بدأت صعدت الفريق الأول مع الكابتن شريف الخشاب، كابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه، الله وكابتن يرحمه. محمد فايز برضه الله يرحمه. وبعد كده رحت سموحة سنة، وبعدين رحت مصر المقاصة مع الكابتن طبعا أحمد عبد الحليم، ومن بعدها مع حضرتك.